أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. حرص خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد مرجان المدير التنفيذي على إهداء نصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة درع وعلم الأهلي أثناء زيارته ظهر اليوم لمقر نادي بالجزيرة. وكان اليماحي قد حرص على زيارة الأهلي اليوم لتوجيه الشكر لمجلس الإدارة بعد اللقاء الودي الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الفجيرة في احتفالات النادي الإماراتي بمرور 50 عاما على تأسيسه. واصطحب الدرندلي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة في جولة تفقدية في مقر النادي بالجزيرة، والتقط صور تذكارية أمام دولاب بطولات النادي الأهلي. ونتابع في التقرير التالي أبرز ما جاء في هذه الزيارة. شيء سعيد تواجدي هنا في القاهرة وتحديدا في هذا الصرح الرياضي اللي يرتدي اللون الأحمر، وأتوقع حتى الورد بيكون كله أحمر يعني. فاحنا طبعا أكيد أنا نرحب فيكم في زيارتكم في دولة الإمارات وفي البجيرة، وفعلا كانت زيارة مثمرة. احنا سعدنا كثير بتواجد الأخوة لاعبي نادي الأهلي والجهاز الفني الموجود والإدارة وكل طبعا الأستاذ حسام والموجودين كانوا، وأيضا حتى الوفد الإعلامي. احنا طبعا نتمنى نتكرر هذه الزيارة، ونتمنى أن نكون قدمنا صورة جيدة عن دولة الإمارات. وطبعا أكيد كان تواجد النادي الأهلي كان نجاح الفعالية بتواجد النادي الأهلي. الاحتفالية طبعا أعطيت يعني زخم كثير واهتمام كثير، وتواجد زي ما قلت النادي الأهلي أعطاها نجاح، وفعلا الكل كان مبسوط، والكل حين يسعى أن يقول كرروا هذه المناسبات وكرروا وجود النادي الأهلي في الفجيرة. من أول ما بدينا التنظيم الاحتفالية كان في توجيهات من الشيخ مكتوب بن حمد الشرقي رئيس النادي لتسخير كل إمكانيات لنجاح هذه الاحتفالية ولتوفير كافة الأجواء لنجاح تواجد بعثة النادي الأهلي، ابتداء طبعا من الوصول إلى المغادرة. ويمكن يكون يعني احنا هذا شيء قليل، كنا نتمنى نقدم لأكثر، وكنا نتمنى ان ايضا الوفد او الزمن يكون اكثر من 3-4 ايام. كنا نتمنى ان يكون هناك في جولات ايضا سياحيه وجولات ترفيهيه في اماره البجيره وفي دوله الامارات، لكن طبعا هذا جزء من توجيهات الشيخ مكتوم ان نحظى بعثه النادي الاهلي المصري بكل ترحيب وبكل توفير كافه الاجواء لنجاح الاحتفاليه. طبعا احنا شرفنا وجود السيد ناصر هنا في النادي. احنا كان الحقيقه الناس قاموا معنا باستقبال واقامه وتنقلات على اعلى مستوى هناك، كان الحقيقه حاجه مشرفه جدا تليق بالنادي الاهلي. فاحنا كان اتفقنا ان هم اول زياره ليهم، يبقى اي من اي طرف من النادي نحاول نرد بعض ما يعني قدم لنا هناك في الامارات. فكان السيد ناصر اول المدعوين للنادي، وان شاء الله احنا دعينا الشيخ مكتوم اللي هو يعني رئيس النادي انه يشرفنا ووعدنا بالزياره ان شاء الله. طبعا الناديين لازم يبقى فيه نوع من التواصل، سواء احتفالات رياضية أو احتفالات باليوبيل، بقى يعني هو كان اليوبيل الذهبي بتاعهم. احنا لسه كنا بنتكلم على أساس ان احنا يبقى في احتفال مش في كرة القدم بس، في كل الألعاب اللي احنا ممكن نتبادل فيها المناسبات دي، وهو وعد بكده. وان شاء الله دايما يعني الحقيقة شعب الإمارات احنا بنعتز بيهم ويشرفنا وجودهم في أي وقت. طبعا احنا أولا بنرحب بيه وشرفنا في النادي الأهلي وبنشكرهم على حسن الاستقبال. احنا أولا ما جالنا طبعا الطلب اللي احنا نشارك في الاحتفال بالجوبلي الذهبي، الكابتن خطيب ما تأخرش، وده دور النادي الأهلي في الوطن العربي وكل الدول العربية الشقيقة وأفريقيا. فطبعا فريق الكرة بالكامل اشترك، ورغم احنا انت عارف يعني كان في لعيبه دوليين في المنتخب وفي المنتخب الناشئين نفس القصه، بس الفريق كله ما تاخرش اللي هو يروح ويشارك مع دوله الامارات. وانت عارف طبعا دوله الامارات بالنسبه لمصر قبل النادي الاهلي وبالنسبه للنادي الاهلي، فطبعا حاجه كانت استقبال رائع. وبنقول لهم كل سنه وهم طيبين، ونتمنى يبقى في تعاون الفتره اللي جايه زي ما هو السيد ناصر بيتمنى وبيطلب برضه، يبقى في تعاون مش على الكوره بس، على مستوى العالم كلها ان شاء الله باذن الله.